أزول فلوني يتما أزول يستما اليوم نديرو فيديو بالدرجة باه يفهموها قاع الناس اللي يتكلموا الدرجة. بغيت برك نوضح واحد النقطة لهذوك اللي يقولوا علاه ما جاوش للبلاد. أول حاجة لازم تعرفوا باللي كاين دي زيتوديو هنا ولا مقيمين، يعني الجالية الجزائرية وحتى القبائلية بغاو يروحوا للبلاد، بغاو كاين اللي بغاو راحوا باه يشري بيي، راح باه يشري تذكرة لقاوها ب 3400 أورو، كاين اللي لقاها حتى ب 3800 أورو. على بالكم شحال من مليون؟ 3400 راهي 60، راهي 68 كثار. ديروا الصورة شحال يدير من دينار، 22، تلقاو كثار من 70 مليون. تشري بيه باه تروح تزاير ب 70 مليون. كاين ناس ما راحوش لانه البي غالي، لو كان تخليه يبعد شوية ما تقدرش تروح. وعندي دلائل، الناس شراو دي بيي بلي الصوم غالية بعيد شوية، درك خلاص ما يقدروش يروحوا، ما يقدروش. شراوها السيمانة ولا 15 يوم قبل، شرا بيي يعني شرا بيي ب 20 يوم، زعما شراه اليوم 20 يوم يروح للجزائر، درك خلاص ما يقدرش. علاه هو استنى 20 يوم؟ لانه رخيص شوية في الاصل، ما هوش رخيص. وصل لميل سانسو دو ميل، كي يكون بعيد البيي تشريه ب 2000 اورو، بميل سانسو، بميل ويسو. على هذا الشيء لازم تعرفوا باللي شركات الطيران يبروفيتيو. ما تصدقوش زعما بعثوا طيارات تدي الجالية، لا، جزائر ما بعثتش طيارة، بعثوا طيارة يدو اللي خدموا في لومباساد تاعهم، هذوك اللي داروا اعلان بيان قالوا لي زالجيريا لازم تعطونا نوامر تليفونكم ولي زادريس تاعكم كاش ما يكون نكونتاكتيوكم. لا، وحاجة لازم تعرفوها، انا قبايلي، انا من بين اللي يبغوا الاستقلال، دونك جو بريفير نموت هنا خير ما نروح نتعفن في السجون الجزائرية. صراحة نقبل هاي نمشو نسمعو دي ميسيلي يطيحوا هنا بالقهوة رانا واقفين ما نقدروش ننعسو، ما تقدرش لأنه تستنى وقتها يضربوا حتى قلبك، ما تقدرش تروح تدير هكا، مستحيل تنعس. ما عرفتش كيف نفهمكم. ديجا لو فيت راك تسمع صواريخ تطيح، تسمع رصاص، راهم دخلوا وقتلوا الناس، صعيب باه تنعس. بصح انا ماشي ندير فيديو هذا باه نغيظك ولا لا، ماشي كيستيو، لا، على هنا نموت هنا انت تبقى، نموت وقع كل واحد وقت كتبت له يروح. بصح هذوك اللي يقولوا زعما علاه ما بقاو في اوكرانيا، علاه ما جاوش، هاي علاه قلت لك، على ليبيي هذو وعلى القضية هذه، القضية تاعنا. او ما سمعتوش اشحال من واحد ما عنده حتى علاقة مع حركة الماك، ما عنده حتى علاقة مع استقلال منطقة القبائل، راه في الحبس، ما عنده حتى علاقة مع الزيرور وأتباعه، يعني قبائلي ديريكت دخل مسكين لي رابور ديريكت للحبس. ها الظلم وين وصل؟ قبل ما تحكي لي، قبل ما تسقسيني تقول لي هذه ولا هذه، لازم تعرف واش كاين. انا نموت هنا في البلاد هذه، ما نروحش للسجون تاع الاستعمار الجزائري. على بالك علاه ما كانش ضو هنا، راني شعلت برك تليفون هنا، لانه قالوا لازم تطفوا تليفونات باه كي يضربوا من السماء
ما يشوفوش يضربوا ابو بري. على بالكم درك هنا ماشي ديري، هنا قبايلي، نجيكم من الاخر ديريكت. نو هذه 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 فرغنا منها خلاص، خلاص عدينا منها. ماشي كيستيون نكره الجزائر ولا نكره لي زالجيريا، لا ما نكرههمش، بصح انا قبايلي هذا اللي بغيت نقوله. شوفوا وين 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 وصلنا مع هذا النظام. ها شحال الساعة دورك عندنا هنا؟ ها راهي 3:30 تاع الصباح، 3:30 تاع الصباح، راني وحدي في الباطيمو هذي، كاين واحد اخر هنا السكر راه رقد، عنده الحق، لو كان كنت نشرب نضربها امور به نرقد. يصرى واش يصرى؟ شوفوا واش انا درت حساباتي بزاف، لقيت غير النظام الجزائري الاستعماري الارهابي الفاسد، لقيت غير هذاك. لا 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 لا, لا. انا الرز ولا شنو؟ لا اذن نموت هنا في لاكير تاع لوكرين، ما نموتش ما نموتش وانا ساجد للنظام. لا مستحيل، لا نبقى هنا ونموت هنا. الله اكبر، صوا نامن بربي، كاين ربي كبير راح يحاسبكم، انا متيقن. والسماح ما تلقاوش السماح، السماح تاع الناس، السماح تاع الناس اللي عذبتهم، اللي عذبتوهم ونفيتوهم من بلادهم راح تخلصوه، والله غير تخلصوه. جمالي جمالي من غير تخلصوا بزاف حوايج، يا مجرمين يا سفلة، نظام إرهابي نظام فاسد، كل شيء بسببك. كل شوف شوف نيجيريا وراهم دورك، انتوما قاعدين الويسكي نسا، ها قاعدين تعيشوا تعيشوا طوب، ها شبعتوا، ها شبعتوا دين ربي شبعتوا، مدوا رواحهم على جالكم. انا ما نديرهاش هذه، ما ندير ما نديرهاش. شوفوا وين وصلتوا الحاله. على واش يدير، واش يدير الجزائريه في لوكرين؟ سقسي اي واحد، قول له تروح لوكرين يقول لك او لوكرين لوكرين. سقسي اي واحد واش جابهم لهنا. انا ما نكذبش عليكم، لو كان ما جيتش لهنا نروح لاثيوبيا، نروح لجيبوتي، نروح لافريقيا الوسطى، نروح لزيمبابوي، نموت في افريقيا، ليسونسيال نخرج من الجزائر. وقول لي السبب، قول لي السبب، علاه خرجت؟ علاه لقيت روحي هناك؟ كاين رجال يخدموا البلاد، قتلوهم كاع، شكون بقى؟ ما بقى حتى واحد. نحسبوها ماشي وحده، ماشي ماشي 10، ماشي 200، الدين قسامه واش ماشي وحده ولا جوج. دونك من اسباب هذه اللي من اسباب محنه الجزائريين والقبائل في اوكرانيا النظام الجزائري الارهابي الفاسد. انا نجيكم من الاخر باه تفهموها. او تشري بي ب 70 مليون باه نروح للحبس؟ او انت مريض مالك؟ اصلا كاين ناس بغاو يشرو هذاك البي، بغاو يشرو هذاك البي اللي يتباع ب 68 وب 72 مليون. مالك ما عندهمش دراهم، ما عندوش دراهم، دراهم داها الجنرال الفاسد، الجنرال المجرم، دراهم داها الوزير الرخيص، دراهم داها برزيدان الرئيس تاع الرخيص. ما كانش، ما عندهمش دراهم. واش جابهم لهنا؟ جاو باه يخدموا، لقاو محنة كثار. حتى هذه ما هيش زعما بلاد تقول يا راكم تشوفوا وين يهربوا لي زالجيريا، وين يهربوا القبائل، وين؟ قول لي قول لي يا رب قول لي. راهم دورك ريحين. نقول لكم واحد الحاجه، ما عندي ما نزيد لكم،
في هذا النظام راكم عارفين كلش، راكم عارفين باللي ما بنا ولا البلاد، راكم عارفين باللي ما داروا حتى حاجة للمغبونين، راكم عارفين باللي خربوا البلاد، راكم عارفين باللي قتلوا وسجنوا ونفوا الرجال، راكم عارفين باللي النظام نظام فاسد، حكم عسكري في الجزائر، جنرالات الكبرانات، راكم عارفين بكل شيء. واش نقولكم، كاش ما نموت كاش ما نموت هنا، ديروا في بالكم واحد الحاجة، مستحيل نرضخ، مستحيل نركع للنظام الفاسد، النظام الجزائري إرهابي بكل معنى القول والفعل، فاسد، نظام فاسد، أمازيغي قبايلي وهكا نموت، مستحيل نركع، نموت هنا، نموت لهنا بالميسيل ولا بالرصاص ولا بالبومبا تاع الروس خير من نموت في السجون الجزائرية. قلت لهم انا قبايلي، انا قبايلي، ادوني للحبس. او كاين ديفيرونس بين هذو وحنا. انا جيت قلت بغيت استقلال بلاد القبائل، هذه فكرة تاعي، وكاين ناس عندهم أفكار، أنا تقنعت بالفكرة هذه، جيت سلميا، ما جيتش زعما أنا ما نكرهش الدين، ما نكرهش الإسلام، ما نكرهش المسيحية، ما نكرهش الإسلاميين المسلمون ولا المسيحيين، أنا ما نكرهش الجزائريين، ما نكرهش الجزائر، أنا ما نكرهش المغرب، لا، أنا نكره النظام الفاسد، النظام الجزائري الإرهابي. انا نكره افعال تاعهم والاقوال تاعهم، نكره واش يديروا. انسان بسيط عندي فكره، ما يقدرش بنادم ينحي لي الفكره هذه، الحق نكون مع الحق، هذا ما كان. اذا انا بغيت استقلال بلاد القبائل، لا يعني انني ارفض الاخرين، لا، بغيت الحق تاعي، جيت سلميا، هذا ما كان. ما نبغيش الشحنه ولا لي بروبليم على الاخر. ها واش كاين، كاش ما نموت درك نبارطاجي لكم الفيديو هذا، كاش ما نموت ما يجيش واحد يقول ها السيد واش حكى واش، لا، نورمالمون قلت كل شيء، لان الله اعلم، الله اعلم، ممكن اليوم غدوه اذا ما فتحوش طريق نهربوا، والله غير هنا نروحوا في لا فيرغول. انا كاش ما أتيحت لي فرصة نقول آخر كلام، نقول ربي كبير، نقول وكلت ربي للنظام الجزائري الفاسد، هذا واش نقول، ما نحكي لا على بوتين لا على الآخرين. ها واش كاين، إذا ظلمت واحد تاع الصح، يعني تاع الصح ما عرفتش، لأنه يسمح لي إذا قلت صح مليح. هاي واش نقولكم، ميرسي، صحيتو.